السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم الحكومة يتحدث عن توجه لتأجيل المفاوضات مع الانقلابيين إلى موعد آخر. سيطرة الجيش الوطني على ميدي يفتح الباب لتحرير كامل إقليم تهامة من الانقلابيين. العودة إلى الحمير والجمال واقع أوجدته حروب الميليشيا، ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في تعز. مرحبا بكم. قال الناطق باسم الحكومة إن محادثات السلام المقرر إجراؤها في منتصف الشهر الجاري ستؤجل على الأرجح إلى ما بعد هذا الموعد. وأوضح راجح بادي في تصريح لرويترز أن هناك توجها لتأجيل موعد الجولة القادمة من المحادثات من منتصف يناير إلى موعد آخر، مشيرا إلى أن إعلان المخلوع صالح عدم المشاركة في المحادثات وعدم التزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ وعودها بإطلاق سراح السجناء من ضمن الأسباب التي تدفع في اتجاه التأجيل. أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني اليوم دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة اليمنية. وبحث الزياني خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض الجهود التي يقوم بها للتحضير للجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية استكمالا للمشاورات التي عقدت في سويسرا منتصف ديسمبر الماضي. وشدد الزياني على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والدفع بالعملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ودعا الزياني إلى مضاعفة الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للشعب اليمني وخاصة إلى مدينة تعز المحاصرة نظرا لتدهور الوضع الإنساني فيها. إلى ذلك اقترح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مدينة جنيف مكانا لمحادثات السلام المقرر استئنافها منتصف الشهر الجاري سعيا لإنهاء الصراع الدائري في اليمن على خلفية الانقلاب الحوثي. وذكرت وكالة سبأ إن ولد الشيخ طرح الاقتراح في الرياض أثناء لقائه عددا من أعضاء الحكومة والفصائل السياسية. وكانت الحكومة والانقلابيون عقد آخر جولة من محادثات السلام في ديسمبر المنصرم دون التوصل إلى حل سياسي. قال مصدر مسؤول في حكومة بحاح إن الحكومة تراجعت عن قرار طرد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بذلك. وكانت وزارة الخارجية اليمن اعتبرت جورج أبو الزلف ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه يوم الخميس بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية. حقق الجيش الوطني في الجبهة الشمالية حرب ميدي انتصارات خلال الأربعة الأيام الماضية في أولى خطوات تحرير إقليم تهامة، حيث تم السيطرة على ميناء ميدي الذي كان يمثل أهم منفذ لتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. الجيش الوطني هنا في جبهة حرب وميدي، معنويات تطال السماء، أياد قابضة على زناد تحرير وطن اختطفته ميليشيا الموت والانقلاب. وإن نعرى تقل أن أبناء تهامة وإقليمها وقياداتها والقوى السياسية أن يكونوا سندا وحولا وهم الحاضنة الشعبية لاستقبال الجيش وتحرير إقليم تهامة من أيدي العابدين
والمتمردين من الحوثيين. في ميدي أصبح الميناء والقلعة والمدينة بقبضة مقاتل الجيش الوطني. خلال ساعة من الهجوم فرت ميليشيا الحوث والمخلوع من مواقعها وخنادقها تاركة جثث قتلاها وجرحاها وأسلحة وذخائر كبيرة، حيث لم تصمد طويلا أمام ضربات الجيش الوطني. المعنويات عند الشباب عالية ومرتفعة، الحوثيين يفرون كالنهاج. تقدمنا وأخذنا قلعة ميدي وسيطرنا على أجزاء واسعة من مدينة ميدي، غنمنا الكثير من الأسد الذي خلفه هؤلاء الجماعات الإرهابية، وسيطرنا بأمس صباح أمس على الكورنيش تماما، والآن إن شاء الله في تقدم للسيطرة على بقية أجزاء مديرية ميدي. في جبهة حرض انهار الحوثيون في الجمرك والسائلة، مخلفين متاريس وأسرى وقتلى وجرحى وهزيمة عميقة عمق هذه الخنادق. يقول خبراء وعسكريون أن تحرير ميناء ميدي خطوة كبيرة في تحرير الإقليم التهامي، لأن الحوثيون خسروا أهم منافذ تهريب الأسلحة القادمة من إيران. التحق أبناء الإقليم التهامي بالجيش الوطني دفاعا عن الوطن، ولسان حالهم يدوي مع أزيز المدافع عائدون يا تهامة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية. ذكرت مصادر في فرع شركة النفط بالحديدة إن ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع نهبت كميات البترول المخصصة لمحافظة تعز وتبيعها في السوق السوداء وعلى أصحاب المحطات في الطريق الرابط بين الحديدة وتعز بسعر 290 ريال للتر الواحد في متاجرة واضحة بمعاناة الناس. وأضافت المصادر إن فرع شركة النفط بالحديدة صرفت الخميس 500 ألف لتر بترول و2 مليون لتر ديزل باسم محافظة تعز، وأشرف على تحميلها من منشآت شركة النفط بالحديدة القيادي التابع للمخلوع عبدو الجنادي، وتم بيع هذه المشتقات في السوق السوداء. إلى ذلك نفذ عمال وموظفي شركة النفط بالحديدة وقفة تضامنية أمام منزل مدير الشركة يطالبونه بالتراجع عن قرار الاستقالة، مهددين بإضراب شامل في قطاعات النفط بالحديدة. وكان مدير شركة النفط بالحديدة الدكتور حسين مقبولي قد قدم استقالته الخميس بسبب تدخلات وضغوطات ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في شؤون الشركة. لم تسلم بيوت الله من القصف والتفجير الذي يطالها على يد ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع طيلة الأشهر الماضية. جامع الأنصار بتعز تعرض للاستهداف أكثر من مرة. محمد يوسف والتفاصيل. نحن الآن في جامع الأنصار بأطراف حي الروضة الذي تعرض للقصف عدة مرات. هذا الجامع يتكون من ثلاثة دور، الدور الثالث والدور الثاني تعرض للقصف لأكثر من مرة حتى توقف العمل في الدور الثالث كتحفيظ القرآن الكريم. الدور الثاني توقف المصلون في الصلاة فيه حتى أصبحوا يصلون بجامع النساء. للمزيد من التفاصيل معنا الأخ يوسف من رواد الجامع وجيرانه. كم تعرض الجامع للقصف وكيف أصبحتم؟ هل تصلون بالجامع أم توقفتم عن الصلاة فيه؟ السلام عليكم. طبعا تعرض هذا الجامع للقصف مرتين، المرة الأولى الساعة 11 ظهرا والثانية 11 ونصف ليلا. طبعا ما زلنا وسنظل نصلي فيه لأننا لن نخنع ولن نبقى ولن نرضى للظلم الذي استغلنا فيه، وسنصلي حتى وإن كان في أسفل الأرض. فنحن الآن ما زلنا نصلي في جامع النساء، فإذا توقفنا في الدور الثالث فسوف نصلي بالدور الثاني، فإن توقفنا في الدور الثاني فسوف ننزل إلى الدور الأول، وإن توقفنا في الدور الأول فسوف ننزل إلى جامع النساء في الدور الأرضي، وسنظل نقاوم حتى آخر نفس وآخر عرق. شكرا كثيرا. طبعا الجامع تعرض للقصف من منطقتين مختلفتين، من الدفاع القوي بالمنطقة الغربية ومن الجهة الشرقية من منطقة الحرير. لم يستهدف هذا الجامع فقط، بل استهدفت الكثير من الجوامع في مدينة تعز، وأغلقت الكثير من الجوامع وخاصة في مناطق التماس أو مناطق الاشتباكات. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.
هذا ويشكو سكان حي جامع الأنصار من عدم قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بسبب القصف والاستهداف الذي يطال منازلهم بشكل متواصل. وقال المواطنون الذين التقاهم مراسل سهيل إن الكثير من سكان الحي نزحوا إلى خارج مدينة تعس، فيما أجبرت الظروف آخرين على البقاء في الحي تحت القصف والقنص. وطالب السكان المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل وتوثيق جرائم الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين. هكذا هي تعز، حصار تدمير شامل للجوامع للمدارس لكل شيء، ونحن لا نجد سوى كلمة واحدة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا مهتزين بالله، الشارع هذا مهددين الخطر، وكل يوم يضربوا على منازلنا وعلى بيوتنا وجيراننا، ما بش يوم واحد ما يضربش على واحد بيت دور، واحد نص دور، واحد تانكي، واحد خلي على ربك كيف. لم يكن حديث المخلوع يوم أمس عن العودة إلى عصر الحمير والجمال من باب التهكم والسخرية، فالحرب التي تخوضها ميليشياته مع الحوثيين أوصلت اليمنيين إلى هذا الحال المأساوي بالفعل منذ أشهر. نتابع التفاصيل من تعز. أغلقت الميليشيات الطرق الواصلة إلى مدينة تعز، فاستغنى أبناء صبر عن السيارات والباصات واكتفوا بالحمير والجمال التي في نظرهم لا تحتاج إلى الطرق ولا المشتقات النفطية المعدومة. 1200 ريال والله ما تقلنا، نشتروا له شعير وحسيك ما يبقى لناش والله غدا. هذا أنا والله ما حصل لي كنوم، هذا 900 ريال هي ما حصل قال لي من أذان أول حمد البكاري نشتري. أقول لكم باخرة حمير من الملك سلمان انت لنا من حق مصر يسعفنا يسعف. أصبحت الطرق الجبلية القديمة من أكثر الأماكن ازدحاما بالبشر خلف حميرهم التي تحمل عنهم الأثقال والمؤن لتصل إلى المدينة، والمواطنون يشكون غلاها وندرتها في المنطقة. هذه الحمير توافقت من الأسواق، من البيرين، من الضباب، من الدملة، يحدث تهريب الحمير وفيها زينات جميع البلاد فالحمار الذي كان ب20,000 الآن يبتاع ب50,000 ريال، 60,000 ب50,000 في العملة صعبة الآن. ليش؟ للضرورة لنقل المواد، لأنه عندنا طرق وعرة. لذلك استطاع الإنسان اليمني أن يتغلب على الأزمات على مر التاريخ، ومهما حدث ومهما كان فالرزق لا يقطعه بشر، وإنما الرزق متكفل به الله سبحانه وتعالى. صحيح. ونحن نتخذ جميع التدابير وجميع الوسائل لكي ننقذ أنفسنا وننقذ إخواننا في تعز، وتعز عزيزة عليها. الحمير والجمال تكسر الحصار وتتحدى المصاعب وتعمل على مدار الساعة لنقل المؤن وتوصل حتى البشر من الجرحى والأمراض ومن يعجز عن مواصلة السير. فهل أصبحت الحيوانات أرحم وأوفى من بعض البشر؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز. التقت كاميرا سهيل في تعز والد الطفل الشهيد أنس عبد الجليل وأحد شهود العيان الذين تحدثوا عن الجريمة التي طالت عددا من الأطفال بقذيفة غادرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية أثناء قيامهم بجلب مياه الشرب. وكانت ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع ارتكبت مجزرة بشعة بحي الكوثر راح ضحيتها 3 شهداء من الأطفال وعدة جرحى. بينما احنا نملي الماء الساعة 11 الظهر اذ سمعنا القذيفة تأتي، ولم نرى بعد ذلك الا الشارع كله يش دخان، فرأينا ثلاثة انس وشيماء، وانس عبد الجليل مهيوب وشيماء عادل الذبحاني واسماء عبد الغانم،
وتسعة قرها. الأطفال والشباب يعبون المي في الخزان، وأنا وشيبة جالسة هنا ننتظر الضيف حقنا ونتكلم هنا مع بعض، فهي بالقذيفة تسقط والشرايا تطير إلى فوق الأولاد. طبعا هذيك اليوم بالنسبة للقتلى راحوا بثنتين بنات وطفل. أما الفاجعة والهول بالوقت في نفس الوقت ما طبعا ما يوصفش، ما قدرت أقول لك من الإصابات كثيرة، أكثر من 12 مصاب موثقين ومسجلين وخلافا عن هؤلاء. فأنا من ضمن المصابين اللي هو أصبت هنا في رأسي، أصبت في يدي، وهنا ما زالت الشرايا الآن في يدي ما زالت لم تخرج لحد الآن. من بعد إطلاق القذائف هذه؟ من باقي معنا غير علي عبد الله صالح والحوثيين وأعوانهم، ماشي معنا غيرهم، هم اللي في الاتجاه هذا وهم اللي يطلقون القذائف على المواطنين بشكل عشوائي ومستمر طبعا. استعادت المقاومة الشعبية والجيش الوطني مناطق كرش التابعة لمحافظة لحج، وقال مراسلنا إن ميليشيا الحوثي انسحبت إلى منطقة الشريجة حيث مركز تمترسهم منذ أشهر، وأضاف إن تعزيزات المقاومة والجيش وصلت لصد أي هجوم ميليشياوي حوثي عفاشي على المنطقة، ويحاول الحوثيون السيطرة على منطقة كرش باعتبارها البوابة الرئيسية لمحافظة لحج بشكل خاص والمحافظات الجنوبية المحررة بشكل عام، لكنهم فشلوا في ذلك. وتعتزم المقاومة الشعبية والجيش الوطني البدء بمعارك تحرير منطقة الشريجة والدخول نحو محافظة تعز. ونحن سوق كرش كما يدعي الإعلام الحوثي بأنه احتلوها، نحن هذا حقنا الدكان وهذا سوقنا ونحن مواطنين عايشين نشتغل في سوقنا، والمقاومة بحمد الله بفضل الله موجودين صامدين في أرض الميدان، وندعي الشباب وندعي أبناء كرش وندعي أبناء الضالع وندعي كل القبائل وكل أبناء هذه المنطقة إلى الوقوف أمام هذا العدوان الظالم الغاشم الذي لا يرحم صغير ولا يكبر كبير ولا يرحم صغير ولا عجوز. ندعوهم إلى الوقوف إلى أن من أجل أرضهم من أجل وطنهم وأن يدافعوا من أجل أعراضهم. نناشدهم إن هذا العدو قام بتفجير بيوتنا واستهداف منازلنا واستهداف أسواقنا، ها نحن صامدون بإذن الله، ها نحن المقاومة اليوم بأمامنا تتقدم يوما بعد يوم. لا يدعي الإعلام الحوثي وعفاش بأنه احتل كرش، هذا كلام كذب وباطل، هذا هو سوق كرش ونحن بداخله وهذه هي البقالة، وها نحن صامدون بإذن الله وإن شاء الله منتصرون. شنت مقاتلات التحالف العربي ليلة الجمعة غارتين على تجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع في معسكر الحمزة بمحافظة إب، كما استهدفت بغارة أخرى موقع الدفاع الجوي بقصال وسمع دوي انفجارات هزت المنطقة المحيطة بالمعسكر. كما قصفت مقاتلات التحالف بغارتين تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع في خط إب قعطبة، وتحديدا في منطقتي المحوة وسوق الليل. وبحسب مصادر لمراسلي قناة سهيل، فقد أسفرت الغارات الجوية عن تدمير راجمات صواريخ وثلاثة دبابات وآليات عسكرية أخرى، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. وفي موضوع آخر، تجددت المواجهات المسلحة ليلة أمس الجمعة بين ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع المتمركزة في ظهرة بني شبيب بمديرية حبيش من جهة، وقوات المجلس العسكري بمحافظة إب والمقاومة المسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة أخرى المتمركزة في عزلتي الشعاور والأهمول بمديرية حزم العدين. وتبادل الطرفان قصفا مدفعيا دون سقوط ضحايا بشرية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المقاومة تواصل تقدمها في جبل هيلان بمأرب. أول دفعة من كتائب الجبر تصل إلى ذي ناعم بالبيضاء.
أهلا بكم من جديد. سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع خلال المواجهات المستمرة التي تدور في جبل هيلان منذ يوم أمس. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون تقدمهم في ظل انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا المتمردة. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي. مع ساعات الصباح الأولى من يوم أمس انطلقت معركة تحرير جبل هيلان الاستراتيجي الذي يطل على مدينة مأرب. بدأت المعركة وسط تقدم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وسقط عدد من مسلحي الحوثي والمخلوع بين قتيل وجريح، وتم تحرير أجزاء واسعة من جبل هيلان. فتمت السيطرة على حسب الخطة والبرنامج المحدد لها، وكان فيهم قتل كبير في العدو في مقدمتهم قائدهم الميداني عبد الحفيظ النمري، وتقريبا في حدود 11 جثة الذي وجدت مرمية على الأرض إضافة إلى الجرحى. الخطة الأولى تمت بنجاح حسب ما يقوله أحد القيادات الميدانية في جبهة المعركة، وتم التمركز في المواقع المحررة، ولا تزال المعارك مستمرة في جبل هيلان حتى يتم تحريره بالكامل حسب ما يقول. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، مأرب. قالت مصادر ميدانية في محافظة مأرب إن الفريق الفني المكلف بإصلاح خطوط الكهرباء تعرض لإطلاق قذائف كاتيوشا عليه من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع. وأوضحت المصادر أن الصواريخ أطلقت من منطقة المخدرة في الجدعان غرب محافظة مأرب دون أن يتعرض عناصر الفريق الفني إلى إصابات. إلى ذلك أكد مصدر في مؤسسة الكهرباء أن الفريق الفني مستمر في عملية الإصلاح لخطوط الطاقة والنقل. أعلنت المقاومة الشعبية بجبهتي مريس ودمت بالضالع تنفيذ عدة عمليات نوعية من منتصف ليلة أمس وحتى مساء اليوم، حيث تمكن رجال المقاومة من تدمير سيارة تموين تابعة للمتمردين كانت في طريقها إلى منطقة خارم بالحقب جنوبي دمت، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وجرح آخرين. كما تمكن رجال المقاومة في جبهة مريس من تدمير طقم تابع للمتمردين بمنطقة نجد الجرين خلال معارك عنيفة دارت في وقت متأخر من مساء أمس. وفي دمت أيضا أكدت مصادر المقاومة تمكنها من تدمير طقم حوثي ميليشاوي عصر اليوم في منطقة تفصل الحقب عن خارم، وأكدت المصادر مصرع كل من فيه. نجا رجل الأعمال والقيادي في اللقاء المشترك بمحافظة الضالع الشيخ عادل القاضي من محاولة اغتيال فاشلة مساء أمس الجمعة، وتمكنت الحراسة الخاصة بمنزل القاضي من إلقاء القبض على شخص يدعى ساري عبيد مثنى وهو يحاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من سيارة القاضي جوار منزل أحد جيرانه. وقالت مصادر محلية إن خبراء من المقاومة الشعبية تمكنوا من تفكيك العبوة الناسفة التي يبلغ وزنها 5 كيلو من متفجرات TNT شديدة الانفجار، وسلمت حراسة منزل الشيخ القاضي الجاني إلى أمن المنطقة ومعسكر الصدرين التابع للشرعية. وقالت مصادر عسكرية إن التحقيقات الأولية مع المتهم كشفت عن تورط ميليشيا الحوثي والمخلوع بالجريمة، وأنها دفعت للمتهم مبالغ مالية كبيرة ووعدته بوظيفة حكومية مقابل إيصال العبوة الناسفة من دمت إلى نقطة الجبارة حيث يسكن القاضي وعدد من قادة المقاومة الشعبية بجبهة مريس في الضالع. تم القبض الساعة 9 ليلة أمس على ساري ومع قذيفة عبوة 5 كيلو، وتم المكان الذي كان به هو كان هناك مختبئ أول شيء تحت الشجر، وثم بعدها كان من أحد الحراس عبد الفتاح إسماعيل القاضي الذي كان بجانبها ناقفة، ثم انطلق بالعبوة إلى منطقها إلى الهدف اللي وهو سيارة الشيخ عادل محمد القاضي، وثم قفز الحارس الشخصي حقه
مازن صالح عبد الله، ثم مسك هانا والعبوة بيده وتم المت. هذا وكانت محاولة اغتيال الشيخ عادل القاضي قد لاقت استياء شعبيا ورسميا واسعا، حيث أكد عدد من الأهل والشخصيات الاجتماعية في المنطقة رفضهم الشديد وإدانتهم لأي أعمال من هذا النوع، مؤكدين وقوف كافة أبناء المنطقة صفا واحدا ضد من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية. فهذا الشخص أرادوا أن يجعلوا منه مجرد أداة يستعملها لشق صف أبناء المنطقة، وهو إن شاء الله سينال جزائه العادل وسيحاكم، وستظهر بقية العصابة التي يعني بجانبه التي خططت والتي مولت جريمة أول جريمة تحدث في مريس. وهذه الذين باعوا ضمائرهم وباعوا دينهم هم أول من أدخلوا هذه القضية إلى داخل مريس، وأهل مريس شرفاء لا يعرفون مثل هذه الأعمال. أعمال إجرامية، والذي يقومون بها إنما هم أذناب لهؤلاء العملاء الإيرانيين الحوثة ومن تحوث معهم. هذه محاولات يائسة، أرادوا أن يفجروا في المنزل وأرادوا العبوة الناسفة بإرسال هذا الشخص الخايس، لكنها فشله قصتهم وفشله مخططاتهم. ما حصل بالأمس أنا أجده محاولة خبيثة من جرثومة تغذت على زادنا وأكلت من أقواتنا ثم ارتدت علينا وأبت إلا أن تطعننا في الظهر في استهداف شخصية اجتماعية ثورية مقاومة بمقام الأستاذ عادل القاضي حفظه الله. هذا إذا لم ينال جزاء من الجهات المختصة سينال جزاء مننا نحن، ولن نغفر له ما عمل. كارثة يجب التنبه لها وأخذ الاحتياطات والإجراءات الرادعة لمثل هذا الأشخاص المنبوذين من المجتمع. الأعمال المشينة يعني خارجة عن البدو والأعراف المتعارف عليها يعني سلفا بحكم القبيلة عندنا في منطقة مريس. وصلت إلى مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء أول دفعة من كتائب الجبر التي تم تشكيلها من شباب المقاومة بقيادة أبو جبر الغنيمي قائد المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم. وأوضح قائد المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم أبو جبر الغنيمي أن الدفعة الأولى من الكتائب تضم 200 شاب من أفراد المقاومة تم تدريبهم وتأهيلهم في قاعدة العند الجوية على يد قوات التحالف العربي. وأكد الغنيمي أن الكتيبة باشرت مهامها وعززت صفوف المقاومة المرابطين في مديرية ذي ناعم في مواجهة ميليشيا الحوثي والمخلوع، وحققت فارقا إيجابيا حيث تمكنت المقاومة من السيطرة على عدد من المواقع وتطهيرها من الميليشيا الانقلابية، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد وصول كتائب أخرى للمديرية حتى تطهير كافة مناطق ذي ناعم ومحافظة البيضاء بشكل عام. سقط قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر في المقاومة مقتل 5 من الميليشيا الانقلابية في مواجهات عنيفة مع المقاومة في مناطق أشعب ناصر وصباح وتبة المسياب والثيبة بمديرية ذي ناعم، في حين استشهد أحد أفراد المقاومة. وأكدت المصادر أن المقاومة تمكنت من السيطرة على أشعب ناصر وتبة المسياب والاستيلاء على طقم وأسلحة وذخائر تابعة للميليشيا، في حين ما تزال المعارك مستمرة في باقي المواقع. إلى ذلك شنت ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع
قصفا عنيفا على القرى والمناطق بذي ناعم بشكل عشوائي أسفر عن إصابة أحد المواطنين وتضرر منزلين في منطقة يفعان جراء القصف. قالت مصادر محلية إن مندوبي ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدد من مديريات محافظة حجة يقومون بالتسجيل الإجباري للأطفال للزج بهم في جبهات القتال على الساحل التهامي. أوضحت تلك المصادر بأن مندوب ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية كعيدنا كلف أحد القيادات التربوية بتسجيل أكثر من 45 فردا من قرية الحراجيج بشكل إجباري لتعزيز الجبهات على الحدود. وأضافت المصادر إن تعزيزات عسكرية وأفرادا معظمهم أطفال من عدد من المديريات المجاورة للحدود حشدوا أفرادهم إلى معسكر عبس. وتحشد ميليشيا الحوثي بالتعاون مع مشايخ وأعيان مديرية كعيدنا والشاهل وشمر والشرفين بالتنسيق مع المجالس المحلية لنشر القناصين والهاونات على جبال الشرفين في محاولة لمنع تقدم قوات الجيش الوطني. يأتي هذا التوجه بعد أن منيت الميليشيا الحوثية بخسارة فادحة أثناء مواجهتها مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة وميناء ميدي وعدد من القرى والعزل في مديرية حرض التي عادت لحضن الشرعية. دشن مكتب الصحة بمحافظة مأرب الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال في 11 مديرية من مديريات المحافظة. وحضر تدشين الحملة وكيل محافظة مأرب عبد رب مفتاح. ومن المقرر أن يتم تحصين أكثر من 26 طفلا بواسطة 26 ألف طفل بواسطة 179 فريقا متحركا و53 فريقا ثابتا. ووجه وكيل المحافظة السلطات المحلية بتسهيل عمل فرق التحصين، كما دعا جميع المواطنين التفاعل مع الحملة والحرص على تطعيم أبنائهم لتحقق الحملة أهدافها المرسومة. في مديرية الجوبة مستشفى 26 سبتمبر أشكر العاملين الصحيين وأشكر كل من ساهم في هذه الحملة الذي نتمنى وندعو من خلالكم ومن خلال الجنود المجهولين الذين اليوم يتنقلون من منزل إلى منزل من أجل إيصال قطرات اللقاح إلى المديريات المستهدفة عددها 11 مديرية. ندعو الأخوة في المجالس المحلية والأمهات والمواطنين، الفرق تتنقل من مكان إلى مكان آخر، هناك جهود بذلت، يجب أن يكون هناك جهود من المجتمع لإنجاحها وإيصال هذه اللقاحات إلى جميع الفئات المستهدفة من الأطفال. ندشن حملة الشلل في 11 مديرية بمحافظة مأرب متواكب مع حملة الشلل الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية. نحن في 11 مديرية إن شاء الله تعالى سوف نستهدف 26130 طفل من خلال 779 فريق متحرك و53 فريق ثابت في 11 مديرية من مديريات المحافظة. نتمنى من جميع الأخوة العاملين وجميع الأخوة المشرفين الحرص على إيصال اللقاح إلى كل منزل، استراتيجية الحملة من منزل إلى منزل، إضافة إلى فرق ثابتة في أماكن التحصين الروتيني. إن شاء الله تعالى سوف تستمر الحملة لمدة 3 أيام. نتمنى من جميع الأخوة المواطنين ومن جميع الأخوة في السلطات المحلية التفاعل مع فرق العمل وتسهيل العمل لهم، ونتمنى للجميع الشفاء والحفظ والسلامة. نفذت إدارة الصحة بمديرية الوادي بمحافظة مأرب دورة تدريبية في مكافحة الحصبة، واستهدفت الدورة تدريب 25 متدربا وإكسابه معارف حول الوضع الوبائي في المديرية والتعريف بالحصبة والحصبة الألمانية، وذلك لتأهيلهم في مجال تقديم التوعية الميدانية حول مرض الحصبة وطرق الوقاية منه. وأكد الدكتور ناصر السعيدي مشرف البرنامج على أهمية التوعية الصحية بالأمراض الوبائية وعلى أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة وجميع أمراض الطفولة. نحن اليوم في مديرية الوادي
ندرب في الحصبة والحصبة الألمانية، وهذه الدورة لها أهمية كثيرة بأنها لمكافحة مرض الحصبة، مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتستمر هذه الدورة لمدة يومين. المواضيع التي ندرب فيها هو تعريف بالحصبة والحصبة الألمانية، الوضع الوبائي للحصبة والحصبة الألمانية في هذه المنطقة وفي المديرية بشكل عام، والمواضيع التي مرينا عليها الآن، قد مرينا على تعريف الحصبة ومرينا على الوبائيات في مرض الحصبة، المشاركين متفاعلين وعندهم فكرة مسبقة في هذه المواضيع، وقد أشاركوا في أكثر من حملة. عدد المدربين في هذا القاعة 25 مدرب بيستخدموا هذا المعلومات لمدة يومين متتاليين. دشن القائم بأعمال محافظ شبوة علي محسن السليماني ومعه ممثل مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور صالح جحيف اليوم حملة التحصين ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف تطعيم أكثر من 109,000 طفلا وطفلة في عموم المديريات، بالإضافة إلى تحصين 25,000 من الأطفال وطلاب المدارس ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في مديريتي ميفعة ورضوم. في هذا اليوم نقوم بتدشين الحملة الوطنية شلل الأطفال الذي يقيمه مكتب الصحة في المحافظة في جميع المديريات، وتأتي أهمية هذه الحملة في الوقت الحالي والوقت الراهن، وذلك للحفاظ وخلو البلاد من هذا المرض الفتاك الذي يفتك بأطفالنا. ونهيب هنا بجميع أولياء الأمور وجميع فئات وشرائح المجتمع للتعاون مع فريق التحصين لتطعيم الأطفال، كما أننا نوجه السلطة المحلية في المديريات وهنا في المركز للتعاون الكامل وتسهيل أي صعوبة أو تذليل أي صعوبات لفريق التحصين للقيام بواجبهم الوطني. الحملة تستهدف 110,000 طفل ما دون الخمسة بلقاح الشلل، وهناك 25,000 في مديريتي الرضوم وميفعة سيأخذون لقاح الحصبة وهم من 5 سنوات إلى 15 سنة. وعلى هذا الأساس تقوم كل الفرق اليوم ببدء العملية وتستمر إلى يوم 14 من هذا الشهر. 1376 عامل وعاملة سيغطون هذه الحملة، و204 من المشرفين مشرفي الفرق، وكذلك حوالي 34 أو 35 مشرف مديرية، بالإضافة إلى الإشراف المركزي من المحافظة ومن وزارة الصحة العامة. نأمل أن يتوفق الجميع في الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين. الحملة طبعا من منزل إلى منزل وفي المدارس وفي مواقع ثابتة وفي مواقع متحركة برضه حيث الضرورة. وزعت جمعية الحكمة اليمنية الخيرية اليوم 800 سلة غذائية لأحفاد بلال في تعز، وتأتي هذه الحملة في إطار المساعدات التي تقوم بها الجمعية بإيصالها إلى الفئات الأشد فقرا وكذا المتضررين من الحرب الشعواء التي تشنها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية على مدينة تعز. الغذائي لأكثر من 800 أسرة، وتشمل هذه السلة دقيق 25 كيلو زائد زيت 2 لتر، وهذا من أهل الخير جزاهم الله خير، ونتمنى منهم مواصلة الدعم لأهل اليمن وخاصة في محافظة تعز المنكوبة. أطلقت مبادرة يد بيد النسائية، أطلقت مبادرة يد بيد النسائية حملة لتنظيف الشوارع والأحياء بمدينة تعز المحاصرة، وتأتي هذه الحملة بعد توقف عمال النظافة عن العمل بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع على مدينة تعز، ونهب الميليشيا الانقلابية لمخصصات المدينة من الوقود وعدم قدرة عربات النقل التابعة لمكتب النظافة والتحسين عن القيام بدورها. مبادرة شبابية الغرض منها تكاتف الجهود من أجل قضايا معينة. قمنا بالحملة هذه على أساس نظافة الحي، لاحظنا أنه فعلا في حال أنه المهمشين توقفوا عن العمل القمامة تنتشر في جميع الأماكن. الحملة عندنا بتكون في شارع جمال من جولة العواضي والمسبح
وإلى مدرسة الشهيد نعمة الرسام. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المتحدث باسم الحكومة يتحدث عن توجه لتأجيل المفاوضات مع الانقلابيين إلى موعد آخر. سيطرة الجيش الوطني على ميدي يفتح الباب لتحرير كامل إقليم تهامة من الانقلابيين. العودة إلى الحمير والجمال واقع أوجدته حروب ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.